في زماننا الحالي يمكنك معرفة الاتجاهات بنقرة زر، كما يمكنك معرفة الوقت بيسر ودون عناء، لكن الأمر لم يكن كذلك في السابق، وهو ما جعل البعض يفكر في اختراع يمكن الإنسان من معرفة الاتجاهات والوقت. وكان السبق لعالمة إسلامية تدعى مريم الجيلي المعروفة بمريم الأسطرولابية. ولدت في مدينة حلب بسوريا في القرن العاشر الميلادي. نبغت مريم في علوم الرياضيات والهندسة والجغرافيا والفلك. درست على يد والدها كوشيار الجيلي الذي كان يعد من أهم علماء الفلك والهندسة في القرن العاشر الميلادي. اخترعت الأسطرولاب، وهو آلة فلكية قديمة أطلق عليها العرب اسم ذات صفائح. فكانت مريم الأسطرولابية أول من اخترع الأسطرولاب في الفلك. استخدم الأسطرولاب في تحديد أماكن الأجرام السماوية، كما استخدم لمعرفة الوقت والاتجاهات. هذا الجهاز يشبه أجهزة الخرائط الحديثة، كما أنه جهاز ألهم البشرية باكتشاف الأرض ومعرفة مواقع النجوم والمجموعة الشمسية والطيران والاهتداء في السفر. كان للأسطرولاب أهمية خاصة عند المسلمين، استخدم لتحديد موقع القبلة وحساب مواقيت الصلاة. يذكر أن صناعة الأسطرولاب كانت من أهم الصناعات العربية القديمة، وقد سبق الكوهي في ذلك مريم الأسطرولابي، والتي أقامت ببلاط سيف الدولة كعالمة من 332 إلى 365 هجرية، وهي مخترعة تجاهلها المؤرخون ولا يوجد عنها معلومات كافية. أقرب الروايات تشير إلى أنها ابنة كوشيار الجيلي، عاشت في القرن الميلادي العاشر في مدينة حلب بسوريا، وقد أبدعت في علم الفلك وقامت في هذا الوقت وفي المصانع والورش التي ورثتها عن والدها العجلي الأسطرولابي بتطوير كبير لآلة الأسطرولاب، بل ويقال إنها هي من اخترعت الآلة. تطور اختراع الأسطرولاب إلى نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية المعروف حاليا باسم GPS،